عليكم تحياتي جميعا. طبعا اليوم هذا المستشفى التركي، رحيل هذا المستشفى التركي قبل 10 سنوات، تم انجاز المستشفى التركي قبل 6 سنوات مكتمل من حيث البناء والمعدات الطبيه المتطوره. لليوم احنا شارفنا على نهايه سنه 21، صار له 6 سنوات ما انفتح هاي المستشفى. ليش هاي الحرب على محافظه البصره؟ فهمونا ليش كل المستشفيات التركية في المحافظات انفتحت إلا محافظة البصرة؟ ليش جاي تعاقبون اليوم محافظة البصرة؟ ليش اليوم المفروض أنتم توفرون مستشفيات أكثر؟ لأن البصرة بسبب التلوث البيئي، بسبب استخراج النفط، قاعد تعاني من الأمراض السرطانية. مستشفى الله أكبر، مستشفى 6 سنوات مكتمل وما تفتحونه، ليش؟ فهمونا ليش؟ شنو هو السبب؟ وين الكاظم اليوم اللي يدعي نصرة المواطن؟ هاي مستشفى أمامك 6 سنوات ما مفتوحة المستشفى، المفروض تحاسبون اليوم ليش ما فاتحين هاي المستشفى. أسعد العيداني دائما تحكي بحقوق البصرة، وينك عن هاي المستشفى؟ مدير الصحة الفاشل وين دورك اليوم عن افتتاح هاي المستشفى؟ ما معقولة احنا اليوم أهل البصرة نبقى متفرجين على هاي المستشفيات. ثقوا بالله العظيم، مؤامرة على أهل البصرة حتى يروحون يلتجؤون للمستشفيات التركية أو للدول يتعالجون بيها، ولذلك ما يفتحون هاي المستشفيات. هاي الرسالة موجهة إلى كل السياسيين، كل المسؤولين، عليكم بافتتاح هذه المستشفى، وإلا ندعو إلى تظاهرة لأهالي البصرة يجون يفتحونها غصبا عليكم. تحياتي لكم، عمار حلفي من محافظة البصرة. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج عندكم ذني أرقام 2 تقدرون تدقون علينا بأي لحظة من لحظات برنامج من زاخو إلى الفاو على 1 من ذني الأرقام 2، إضافة إلى أرقام الداخل عندنا رقمين آخرين اللي هم ذني 2 اللي تشوفوه أمامكم، ذني من خارج العراق وأيضا من داخل العراق تقدرون تحصلون على ذني الأرقام، فعندكم ذني 2 وقبلها رقمين للاتصال. أما هذا الرقم، هذا الرقم اللي راح يظهر هنا هو رقم الواتساب، إذا تلاحظون إخواني أعزاء إيش مكتوب هنا للمشاركة عبر الرسائل، يعني رقم الواتساب اللي تشوفوا أمامكم ما أقدر أستقبل به اتصال، ما أقدر أستقبل به فيديو، ما أقدر أستقبل به مكالمة صوتية أو فيديوية، ما أقدر أستقبل به أي رسالة صوتية، فقط الرسائل، لأنه ما راح يبين عندي أخوي العزيز أنت من الدق على هذا الرقم، يبين عندي شو وقت ما تخلص أنت ذكتك يطلع لي إشعار بالجهاز أنه حضرتك دقيت، ما راح أقدر أستقبل الاتصال. فاللي أرجو منكم إخواني الأعزاء اللي يريد يستخدم هذا الرقم اللي ما حصلنا على الأرقام الثانية يدزلنا رسالة على هذا الرقم اللي تشوفوا أمامكم، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. بعيدا عن اللي طلع في البصرة وبعيدا عن اللي نحكي من الأخ حول المستشفى التركي والخدمات، اليوم يعني كل العالم سمعت باللي طلعه برهم صالح عفو عن 571 واحد. المشكلة أنه أكو بالعراق أكثر من 70,000 واحد رسمي، طلع 571 واحد أو صدر أمر بهم أو مرسوم بهم. المشكلة أنه إذا تتابعون ذولا ابتزاز، احتيال، نصب، يعني شكو واحد كان ويا الحكومة وطب هسه طلع، بس انه يطلع عفو عام من السلطات على المعتقلين خصوصا الابرياء اللي مشمورين بالسجون اللي دا يتعذبون ويوقعون على اعترافات نتيجة التعذيب هم ما مسويها، حالهم حال اللي اعترف انه قتل زوجته وزوجته حية وكشفت الكذبة، وطلع مصطفى الكاظمي زعلان بوقتها انه ضابط التحقيق ما خلاه يقعد وصدر امر انه ينحبس وانه تلغي هاي الافعال بالعراق. وراها فتره شفتوا حال الشاب العراقي اللي فقد اصابع ايديه نتيجه التعذيب اللي واجهه. واكو حالات سابقه مثلا في
الفلوجة، شخص نتيجة تشابه الأسماء مع أحد أشخاص الفلوجة المعروفين تعذب وانقصقص، يعني تقصقصت إيديناته. وأكو هواية ناس خصوصا معتقلين اتصلوا بهالبرنامج من داخل سجن التاجي، من داخل سجن الحوت، من داخل سجن شمشمال، من داخل سجن سوسة، اتصلوا بالبرنامج وحكوا لنا حال المعتقلات العراقية شلون وشلون يعاملوهم وشنو التعذيب اللي يواجهوه داخل هاي المعتقلات، إضافة إلى الإهمال الصحي، إضافة إلى إهمال التغذية، إضافة إلى إهمال حياتهم الشخصية، إضافة إلى منعهم من التقاء ذويهم، إضافة إلى منعهم من يعني المعونات اللي تجيهم من ذويهم، إضافة إلى أنه ماكو زيارة أو ماكو مواجهة، هواية أمور تواجه المعتقلين بالعراق. فجأة نكتشف أنه أكو قائمة ب 571 واحد، وما شاء الله مواقع التواصل الاجتماعي هاي القائمة اللي طلعت من برهم صالح بينت بها هواية نقاط خلل. وش وقت نطاها من دا يطلع من منصبه؟ احنا السؤال اللي نريد نطرحه اليوم، ليش اليوم العراقي او المواطن العراقي او الشاب العراقي والشابة العراقية ما له مكان ينفكر السياسي؟ شلون يعني؟ يعني اليوم المواطن العراقي هو عايش بس هو ميت. ليش هو ميت؟ لأنه الحكومة أو السلطة أو الحزب أو الكتلة السياسية أو البرلمان ما يفكر بيه، ما يفكر بيه أنه أكل لو شرب، أخذ حقه لو ما أخذ حقه، أكو أحد نصره لو ماكو أحد نصره، انظلم ما انظلم، تأذى ما تأذى، طفت الكهرباء عليه، فاضت الدنيا من تمطر الدنيا، ماكو مي، ماكو أكل، ماكو شرب، ماكو رواتب، مو مهم، مو مهم هو عند أي واحد يمذول اللي يشتغلون بالبرلمان. وتلقيهم لما تجي فترة الدعاية الانتخابية حتى يرشح نفسه حالة حال تقدم وعزم وبدر وعصائب وتيار الحكمة وتيار الصدري ودعوة وكومة، هم ما شاء الله الأحزاب اليوم بالعراق أكثر من الفلوس بجزادين العالم، كومة. تلقيهم كلهم حطوا قطعهم، صرفوا هالفلوس الزينة، سووا مؤتمرات، نطوا بطانيات، نطوا صوبات، نطوا أكل، نطوا شرب، نطوا فلوس، اشتروا أصوات، ويتوسل الله يخليكم صوتوا لي، تعال أنا أسوي لكم، أنا أزفت لكم هذا الشارع. ويبلطون ما شاء الله، يعني تعرفون أنه النائب البرلماني جزء من وظيفته أنه يكون موظف بلدية. بعد انتهاء الفترة البرلمانية ورا ما ينتهي البرلمان قبل ما يحلوه وتبدي الانتخابات، يروح يجيب له شفل ويجيب له حادلة ولوري بجير ويقعد يزفت، لو يصبغ لو يشجر لو ما أعرف شنو، هذا وظيفته خلال 4 سنوات بس حتى يحصل له كم صوت. زين أنت من تروح تتوسل بيهم، أنا أرد أسأل ليش اليوم السياسي ما يشتغل حتى ما يتعب؟ يعني أين أبي يريد يرشح عن الموصل؟ أنا ذكرت الموصل لأن عندي اتصال من الموصل، بس ثواني على متوجه لك السؤال. أين أبي يريد يرشح عن نينوى؟ بدل ما يتعب نفسه ويتوسل بالعالم ويدفع فلوس حتى يشتري صوت، ليش ما يرجع يبني الموصل من جديد ويعمرها ويشيل الأنقاض ويشيل الجثث اللي موجودة داخل الأنقاض ويرجع النازحين اللي موجودين بالمخيمات ويرجع الموصل مثل ما كانت، بحيث من تجي الانتخابات الجاية ما يحتاج يسوي أي مؤتمر ويدفع فلوس؟ الناس هي عرفتها واشتغل لهم حتى ينتخبوا من جديد ويمكن يحصل أكبر أصوات. محمود من الموصل، شنو رأيك بالقلته؟ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمود إذا تسمعني تقدر تغير لي مكانك؟ نعم، لأنه الصوت ده يقطع، تقدر تغير لي مكانك حتى أفهم أفضل؟ تسمعني؟ نعم. تسمعني؟
أنا أعتذر منك أخ محمود لأنه الصوت دا يقطع كل شوية. هاي واحدة من المشاكل اللي تواجه العراقيين اليوم، وهواية حكيناها بالبرنامج وبهالمكان. أنا هواية كررتها أن المواطن دا يتصل ودا يريد يشارك بالبرنامج وينطي رأيه، بس ما يقدر يطي رأيه، علماً أنه هو دا يطي فلوس شركة الاتصالات حتى يحصل شبكة، بس هو ما دا يحصل شبكة. ليش؟ لأنه أكو فساد بالاتصالات، مو بس بالاتصالات، بالكهرباء همين أكو فساد، بالمجاري همين أكو فساد، بالمي أكو فساد، بالزراعة، بالصناعة، بالتجارة، بالتربية، بكل مناحي الحياة اليوم بالعراق أكو فساد. أبسط شيء اليوم بالعراق هوية، إذا تريد تصدرها أنت لازم تطي رشاوي الواحد واثنين وثلاثة وأربعة. واليوم أكو موظفين رسميين بس هم مو رسميين، لما نطبب دائرة أكو ذول اللي يفترون. أنت لازم تطيش كم فلس، لأن هو يعرف إيش قد تحتاج هاي المعاملة، تطي الفلوس مال المعاملة هو يركض بيها ويقوم يوزع من الفلسات اللي أنت تطيه إياه حتى معاملتك تصدر، وإلا تنشمر بالمجار والله كريم. عفونا من هالموضوع أخ محمود، أتمنى ترجع تتصل بينا ونقدر نسمعك بصورة أوضح. اليوم ليش ما البرلماني أو السياسي أو الكتلة الحزبية تشتغل للبلد؟ 18 سنة سرقتوا ما سرقتوا من البلد، مليتوا جيوبكم ومليتوا أرصدتكم، ونص السياسيين اليوم يملكون فلل وعقارات بالخارج وقنوات تلفزيونية وسيارات، وولدهم متنعمين بالفلوس ويدرسون في أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية وعايشين أرقى حياة وبرفاهية وما لهم أي علاقة باللي دا يصير بالعراق. يعني ليش ما دا يوصل الفكر أنه خلص كافي، اللي يجي بعد اليوم خلي نبني بيه البلد؟ ليش ما سياسي اليوم بدل ما يفكر يتوسل بالناس ويشتري صوتهم يطب للأنبار يعمرها، ويطب لديالة يعمرها، ويطب النينوى يعمرها، ويطب صلاح الدين ويعمرها، ويطب البغداد ويعمرها، ويشيل الصبات الكونكريتية ويشيل العشوائيات ويشيل المدن العشوائية ويرصف الشوارع ويبلط يرصف الأرصفة ويبلط الشوارع والجنوب. ليش ما يفكرون شلون يحسنون السياسيين المدن الجنوبية، يحسنون الكهرباء، المي، المجاري، يحسنون الوضع، الراتب التقاعد، يفكرون بهذه الأفكار، بحيث لما يشتغل اللي يشتغل بالسياسة وراء 4 سنوات لما يريد يرشح للانتخابات الشعب كله هو اللي راح يركض وراء، مو هو اللي يركض وراء الشعب. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله. السلام عليكم أخوي حسن. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنتم على كيفكم ويا الحكومة عمي؟ عم دير بالكم عليهم شوية، خلي يوقفون على رجليهم. العلام البارحة أبو شيماء الأخ المتصل يقول لو ما إيران إحنا ما وقفنا على رجلينا. يا أخي المسؤول غيري يكتب بضعة، يلا بعدين يلتفت على الشارع، مو رأسه الماء يترس جيبه، يترس غرائبه، يلا بعدين ينظر على الشعب. ما هو الشعب ما كافي، عاد كافي صابر على الحكومات هاي، ما كافي. يعني احنا نظل نطالب 18 سنة انترجى من الحرامية سادسة الله يخليك. يعني ما والله ملينا، تعبنا. يعني حرامي هذا جاي يبوقني وهدم بيتي وهجرني وترس السجون، وهس ترجى من عنده تيسوي لي خير؟ أي خير هذا راح يسوي لي يعني. عمي إذا الشعب ما توحد ترى هاي راح تبقى هاي جيل الجيل إلى قيام الساعة. تتصورون أن هاي الحكومات راح تنقذهم؟ سيد مقتدمو هس مقتدمو كانوا جماعتهم من الحكومات الأولية، لو أنا متوهم شنو اللي سووه؟ شنو سووه؟ هسه عم نتكلم عن المناطق الغربيه، شنو اللي سووه لاهل الجنوب؟ شنو هسه مو طلع قبل شويه اخونا من البصره مستشفى صار له 6 سنين بوك. هذا عمي بوك، عمي اذا هذول مزاحون داد اسد، اذا ما يوقف عمي خلي يطلعون برا، خلونا نحن الشعب بيناتنا بدون حكومه، بدون برلمان، بدون كوكي. عمي هاي الميليشيات على يعني
نعم اسمع، كاشين على جيوبهم عمي، نعم كاشين على مصالحهم الخاصة. هذا الشعب مقرود عمي، مقرود، وهو قرد نفسه نوم. وقالت الانتخاب عمي انتخاب، والله لك الحظ البخت ما حط له. فاضح حد يقول خاف يا دعلا، وقال 12%، والله حتى 12% ما صح. ملت عمي العالم، ملت. ما كاف ما كاف، انت يا الصدي وانت يا عمار الحكيم، ما كافي. وبذل بعد وين توصل بعد وين؟ في وين تتبذل؟ أنا أسألهم سؤال، أسأل عمار الحكيم وأسأل الصدير، بس راح أسأله إذا هو إذا يقول أنا أحب الحسين، أسأله بالحسين عليك لي وين توصلنا بعض؟ لي وين راح تبدون؟ أجيب من هالذل هذا؟ أجيب من المهانة؟ والعالم داحت في الشوارع أمي، قصده بعد ما تقدر عليها. وانتوا هسه جايين والله نريد من الحكومه عمي، يا حكومه هو يبوك اكيد من عنده يسوي لك خير؟ شايف واحد يبوك ويقتل ويسرق تجيب لك خير بعد؟ والله عمكم خير ما بيهم عمي. اذا تيدون العراق اخذوها من عندي انا مصدر واحد، اذا تيدون العراق شوي طلعوا شلع شلع قلع من عالم الصد، شلع قلع سياسيين معممين سنة وشيعة. يلا يلا يسوى هذا البلد. وانا اذكرك اخوي العزيز. حياك الله اخوي العزيز، حياك الله. محمود من الموصل رجع لنا، حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخويا أبو محمود، يعني أنا أعتذر منك، عفوا أخ محمود أعتذر منك، لأنه نفس المشكلة الصوت دا يجيني مو واضح، ما دا أقدر أفتهم شيء. تعرفون اليوم عندي خبر يقول برنامج الأغذية، برنامج غذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، شو يقول؟ ثلث الشعب العراقي نام جوعان. ثلث ترى رقم مهين. إذا عدد نسمات العراق 40 مليون، ثلث 40 مليون تقريبا 13 مليون، يعني رقم كبير. عدد نسمات كم محافظة بالعراق؟ 13 مليون، ينامون جوعانين. ليش؟ لأنه ماكو رواتب، ماكو رعاية اجتماعية، ماكو تقاعد، ماكو غذاء، ماكو عناية صحية مجانية، كل شيء ماكو اليوم بالعراق. اليوم المواطن العراقي عبارة عن بنك للموظفين اللي الفاسدين، أنا دا أحكي للموظفين اللي يشتغلون بالدوائر التابعين للأحزاب وللأحزاب، هو عبارة عن 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 رصيد إلهم، لأن أي دائرة أي مستشفى أي مكان يطب له هو لازم يورق باللهجة العراقية. ليش؟ أبو علي من الناصرية، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية حب وتقدير لكم يا حبيبي. حياك الله أخوي العزيز. ثق وأمن واطمئن، ولا واحد وطني بهذا البلد ودمروا البلد من الأليف إلى الياء. نعم. ألو وياك. الصحة صفر، التعليم صفر، أحزاب جيبة من الهار طيرتبة مع المدرشنو وصعد لي المؤسسة العسكرية بال2014 اللي حدث بيها، أنت أعلان بعد وتدري شي يصير ما يصير. نعم. البارحة البرنامج مالتكم البارحة، نعم، حبيت أشارك بفاردة، ما معكم مجال جماعة يحتون على الحشد وهذا أمري ما أعرف شنو. حبيب مطين رجل وطني، وطني يحترق قلبه على هذا البلد اللي من دمار إلى دمار، من سوء إلى سوء، من يعني ما أعرف شنو، ما أدري وين عايشين يعني.
انت تريد تحكمني يصير لي وطني ناصر تابع الدول الجوار، هذا ايراني وذاك مدري شنو مدري شنو. عمي احنا عراقيين يا اسلام، عراقيين ليش من سوء الى اسوء؟ 18 سنه من دمار الى دمار، شنو قدمت الاحزاب؟ نعم انطيني ايجابيه عند الاحزاب. انا ابن الجنوب احكي لك من مرار الى مرار، يعني مو كان ينادي له هو جاي كان بالحريه والش اسمه ثق وامن واطمئن، ناس تلم بالقواطع وعايشه ارامل بلا رواتب، شوارع محفره، انا مكانات راقيه عايشين بيها، مجاري ماكو، صيف كهرباء ماكو، خدمات ماكو. ما جاي احشي لك اظلمهم، لو اكو ايجابيه واحده اعطيك اياها، تروح للمستشفى تصير عندك حاله ابره تخدير ماكو الا تفتح صيدليه بالسبعه وتشتريها. هذا حال العراق، يعني ليش نجامل احنا؟ ومو حتى اجامل له انا على عينه، عين بدي وطني مثلا، مو حب الوطن من الايمان، وانا اذا اصلي صح واصوم صح واعبد صح لله وحده لا شريك له، هذا الوطن رضيت عليه وكلت من خيراته. نعم تسمعني يا حبيبي؟ للاسف أسمع. للاسف مي خابرني القائد الفلاني والفلاني والفلاني، طيب هذا الفلاني حكمني 18 سنه طين انجازاته، انت لا تجيب لي بشخص عمي، انت من تجي تريد تحتلي الكرسي لو يهودي انا ما بصلي وراك، ما له علاقه بي، انت حرب اختيارك، حرب باختيارك، بس تعطيني حقوقي المسلوبه، بس تعطيني حقي يا مسلم ثق وامن. لو تجي انت بقناتك هنا وتصور المتهم المحسوب عليهم اللي جاي يطالبون بمظلوميته تلقى نسبه الدمار 85 90%. نعم تسمعني يا حبيبي؟ نعم نعم اسمعك. اي هو هذا واقعنا، وقال للاسف يعني، والحكي ما في نتيجه، يعني لو نحكي الباكر هنا احنا هاي ثوره تشرين شباب بعمر الورود. نعم. الواحد يسوال الف سياسي من دول الفاسدين شنو النتيجه؟ نعم النتيجه امس مظاهرات الطالب حق وطن، اليوم مظاهرات تدعم الفاسد والطالب الكرسي. ما اعرف والله ما اعرف. نعم نعم شكرا 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 لك ابو علي. ابو صنديد من الكوت، حياك الله يا ابو صنديد. السلام عليكم. عليكم الكثير. السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. الله يحفظكم كادر قناه الرافدين ويحفظ مقدم البرنامج، وشكرا لهاي ارائكم وطروحاتكم وتنبيهكم للشعب العراقي على ما يجري، لان هاي القناه اللي تكشف الحقائق اللي يعيشها العراقيين. واجبنا اخوي العزيز اتجاه بلدنا واتجاه ابناء بلدنا. والمدير القناه وعسى الله يحفظكم ان شاء الله. يسلمك رب. الوضع بالعراق لا تظن به خير، لا يتغير بالانتخابات ولا ترجي خير من البلد اللي تحكمه هاي الجماعات. من أسوأ الى أسوأ مستمر. تغيير وضع سياسي او امني او اقتصادي بالعراق غير ما يسوي اي نتيجه، يعني ما يغير من وضع العراق. العراق اليوم احسن من غد، يعني العراق ماشي للهاويه، ماشي الى الدمار، ماشي الى الخراب، ماشي الى ابو صنديد. هو هذا السؤال، يعني هذا السؤال، ليش العراق اليوم يعني جميع اطياف وجميع الفئات العمرية بالعراق من شيوخهم إلى أطفالهم كلها تقول الباكر أسوأ من اليوم، ليش وصلنا لهالحال هذا؟ بدي عيونك وصدقت صدقت والله، كل عاقل مثلك وأمثالك ويقول اليوم أفضل من غد. نعم. العراق رايح للخراب، رايح للهاوية، للدمار. نعم. أحزاب ما تعطي مجال، أحزاب يعني تصور أنا اليوم ببغداد، أنا من الكوت، أنا اليوم ببغداد، صاعدين السيارة وجماعتي وياي. نعم. فنمر على الجسر مثلا، قالوا هذا الجسر بزمان الحكم الفلاني، زين هاي الأحزاب خلال هاي العشرين سنة شقدمت لنا؟ جسر ماكو، طريق ماكو، والله احنا راح ننتخب نور المالكي، لأن نور المالكي وزع ميزانية الدولة كاملة عن فلاليح الزارع والمزارع بطريقة فوضوية، يعني كأنه مو دولة ومؤسسات ونظام ودستور وقانون. بس أبو صنديد أنت تقول نور المالكي، أبو صنديد أنت تقول نور المالكي وزع ميزانية الدولة على الفلاليح الزارع والمزارع، لكن الفلاح يعني الفلاح العراقيين اليوم والفلاحين العراقيين كلها تعاني أنه هي تطلب مستحقات من الحكومة العراقية من سنين. هذا
اليوم ما منطين مستحقات، واجى الموسم الثاني ما نعطينهم المستحقات. هذه وحده من المصايب اللي نشوفها العراق. اذا وزاره الزراعه واذا ترجع الوزاره التجاره وزاره بكادرها بوزيرها بعمالها بموظفيها بمخصصاتها يجي بطل زيت الفرد العراقي. يعني هذا العراقي اللي خير 140-150 دولار من وضع النفط واردات أخرى، عندك الضرائب وعندك الأمور اللي تدخل للعراق واردات داخلية. زي أبو صنديد سؤال، أبو صنديد سؤال، يعني الجمرك أبو صنديد سؤال، يعني معقولة ذول السياسيين لهذه الدرجة عندهم كمية الغباء السياسي وصلت إلى مرحلة إنه ما يفكر يطي بادرة؟ أنا أعتذر عن ما أعرف اسمك أستاذ عمر. أفل وياك. نعم. حياك. والله لو تجيب واحد يعني راع غنم، لو تجيب راع غنم تقول له خذ هاي البلاد، يقول لك هذا الصح وهذا الخطا. بس يا أخي يا صديقي والله العظيم هذول ناس مراهنين، عندهم مراهن وعندهم اصوات ضلت العرب. لا لا، هو انا سؤالي يعني ليش ما يعطي مثلا بادره حسن نيه ويطلع المعتقلين الابرياء من السجون ويفرح قلوب الامهات ويفرح قلوب النساء ويفرح قلوب الاباء والزوجات؟ ما انا اقول لك استاذ، انا جاوبك المعرفه هاي البسيطه لان انا انسان بسيط. السجون كل ما امتلت كل ما تصير الواردات اكثر. اسالني ليش استاذ؟ ليش؟ حتى ابين للناس. لانه اقوى مثلا اذا عدد السجناء اللي موجودين داخل السجون العراقيه اذا 40,000 هم مسوينهم 80,000 لان يستفادون بهم فضائيين، لان القيام والاسعار مال المواد الغذائيه مثلا كل سجين الى 5 دولار باليوم صرفياتهم يصرفون عليه نص دولار ف 20 طبعا وما تنصرف. يعني ابشرك اكو معتقلين دقوا علينا هنا ببرنامج صوتكم وقالوا صدقوا امنوا بالله، الخبز اللي يجينا معفن والطماطه اللي يعطونا اياها معفن ويا دوب يعطونا الاكل بالقطاره. هذا مؤكد الكلام استاذ، والله مؤكد. يعني يستفادون 20,000 سجين، كل ما يزيد عدد السجناء كل ما يزيد واردات الوزاره احسن لهم وللموجودين، لان 20,000 في 10 دولار يصير عندها 2 مليون بالشهر. ليش يطلع سجناء وليش يقلل السجناء؟ عندك المخبر السبي، انا ذاك المخبر السبي وانا مطلع على هذا الموضوع، هذا من اسماء ويا ما صارت عندنا بالجنوب. فهاي الامور كلها مارين عليها. من ناحيه الانتخابات اول ما تفضلت بحديثك وانا من حديث عن الانتخابات والمسؤول ليش يركض ورا الناس حتى تنتخبه؟ ليش ما هو يسوي العمل الصالح البلد حتى؟ هذا ما موجود بالعراق. عندنا بعد ما سقط صدام حسين سجن البعثيه صارت انتخابات، وهذا انت اعرفي انت رجل اعلام ومطلع على كل الامور. نعم. عندنا واحد من المرشحين اسمه السيد يوسف الحقوقي بكربلاء. نعم. مدير امن كان عضو بالحزب، سوى قائمه منفرده وفاز 95% من الاصوات، ويمكن سمعت بهذا ويمكن تراجع ويمكن تستفسر وتعرف هذا الرجل. انا مو من النوع اللي اسوي له دعايه، هذا الرجل هو منعزل من السياسه وما إلى علاقه، ولا اعرفه والله، ما اعرفه ابدا والله، بس كشاهد الكلام الانسان المحترم في اي زمن في اي نظام في اي وقت هو محترم. هذا الرجل من انتخبته هاي الناس اهل كربلاء ما معناه هذا مقدم خدمه في زمن صدام حسين، مقدم خدمه ومقدم احترام للناس. هذا الشيء. الشيء الآخر حتى لا أطول عليك وأفتح المجال للمتصلين الباقين، أنا بالانتخابات ما طلعت لا أنا ولا عائلتي ولا أي شخص، وحذرت كل أصدقائي من أي شخص ينتخب له، خاصة المرشحين. إحنا ما عندنا ثقة بالقانون السياسي وقانون الانتخابات، غير ما يغير شيء زعماء الكتلة نفسه. نعم. والقرار بيد زعيم الكتلة، أنت فاهم، أو قرار بيد زعيم الكتلة مو بيد البرلماني، لا شفت البرلماني كلهم للبرلمان. نعم. ما نعم. تغير شيء. نعم. من وضع العراق. نعم. هذا الشيء مؤكد، وأكدت ربعي وأصدقائي اللي إلي علاقة بهم وإلي نفوذ عليهم، قلت إياك وإياك تذهب للانتخاب. وشيء ثاني، لا تنتخب أي مرة من الانتخابات، أنا احترامي للمرشحات مو كلهن اللي موجود، لأن هاي بس تفوز بالانتخابات أطلق زوجها وتيتم أطفالها وتاخذها واحد برلماني. نعم. شكرا لك أبو صنديد. احنا مو ضد انه ان تكون المرأة العراقية لها دور بالعراق، لا بالعكس، المرأة نصف المجتمع وهي مكملة للمجتمع. لكن المشكلة اللي تصير اليوم بالعراق انه كل المرشحين قاطبة
قبل الانتخابات هو يبلط ويشتغل بالمجاري ويرصف ويشد أنوار بالطرق ويصبغ شوارع ويزرع ويسوي ويوعد، هذا اللي يعطي تقاعد وهذا اللي يعطي قطعة قاع وهذا اللي شغله وهذا اللي يعطي رعاية اجتماعية وكل الناس قوم تتأمل به. هو صار بالبرلمان وطب وأدى اليمين الدستورية اللي من المفترض أنه هذا اليمين الدستورية لما خلى إيده على المصحف أنه المصحف يردعة، لكن هذا الشيء ما دا يصير يمهم، نسوا الشعب ونسوا وعودهم ونسوا كل شيء. محمود بن الموصل رجع لنا مرة لخ، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. والله ما عرف عليها برئيس دولة ينطي 500، يعني هذا ينطيها ينطيله 500 سجين العفو، ما عرف عليه والله هذا ما يستحي، هذه وحيدة الجميلة اللي قالتها وهي ينطيها، ترى مو هو هي خبرت تجوز ينطيها ما انكسر كلامها. هذول السجناء السجناء مشيكين، طلع سجين قال مشيكين بس الموبايلات يومية المخابرة، قال يريد منهم أحد من البرلمانيين البرلمان له حصة بس من الموبايلات المخابرة لها لهم، قال شهريا مليارين قاعد يخابرون، تسمعني؟ نعم. قال يخابرون وقاعد نشوف ربعنا يخابرون دقيقة واحدة بخمسين ألف، هذا عمل؟ نعم. السجين السجين وأنا مسؤول عن كلامي، السجين هذا السجين هذا عندك من 60 ل 100 ألف. على شنو؟ تحسبها من 60 ألف إلى 100 ألف سجين، هذه يضرب لي إياها إذا بالشهر $30، شلون يطلعونهم؟ ما هم قسموها الحساب، أبو النفط واحد، أبو الأرصفة واحد، أبو الساحات الحديد واحد، أبو المواشي واحد، أبو سوق المعاش واحد، أبو المدرج واحد، أنا أفصل لك إياها وأنا أشتاقكم. وابو الحدود المنفذيه واحد، وابو الساحات واحد، يعني كل من منطين حصه. هي العفو اذا واحد اعترض عليه من الميليشيات هذا تحكمنا ايران، اذا واحد يقول لا ما حد يقدر يحكي، احنا عقدنا على الحلبوسي، احنا عندنا 7 ذولا اذا طلعوا من العراق اصلوا العراق، نور المالكي والخزعلي وهذا العامري والشياط وقيصر خزعلي وعكو تراعيتهم، هذول حاكمين ابو عمر ايران، هينا حاكمين على العراق، محكوم علينا ايه هينا امانه الله ورسوله، حتى تحت الحديد مال الليل وذول المكرتونات يبيعون قاعد ياخذوا منهم هذول. نعم. اذا ما يقوم الشعب قوموا وحده عليهم والله رحنا. انا اقول طيب. لك السعوديه طيب. اليوم 50 يعني ما ندلهم وين هذا عمل؟ طيب طيب شكرا شكرا لك اخ محمود. ام محمد من نينوى، حياك الله يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام امي. يا با والله احنا عندنا معتقلين. نعم. والمعتقلين والله اعترافات من التعذيب تاع العرب داوموهم. نعم. وحكموها كلها هاي احنا اهل الموسم كلها حكموها دام ومؤبد، قله منهم انحكموا 15. نعم. والله العظيم من الروح يعني بهذه الساطرات يبتون قلوبنا يرجلونا يجنونا، ومن هنا احنا الروح الناصريه حتى يعني فلس نشحد شحاذ الكروه والروح، نودي لهم الخرجيه، نودي لهم الفلس، يعني يبيعونهم 4000 3000، يعني الهدم الحذاء هذا اللي عم عن باري وب 10000 يبيعونهم اياه. نعم. انتقلت بالعفو العام، يعني ليش ما يعطون عفو عام؟ كلها غمار، كلها اعترافات شرعية، يفكون السجون، يأمرون الأمة، بس الله يرحم هذا العراق اللي دمروه، الولي قتلوه، ما نريد من احنا ما نريد من خيرات، وبس يرجعون ولدنا، طيب يبغون، ما نريد، كل شيء ما نريد، طيب يبغون، بس بالعفو بالعفو العام، نريد عفو عام، يجيبون ولدنا ونشحد احنا وياهم، ايش طالع ونحيش؟
نعم نعم شكرا شكرا لك ام محمد. ام علي من بغداد حياك الله يا ام علي. عليكم السلام والرحمه والاكرام اختي. ام علي الصوت دا يقطع ما دا افتهم شيء والله. استاذ نعم دا تسمعني؟ اي عيني استاذ. يوم الخميس هذا الخميس صارت مواجهه عندنا بالشعبه الخامسه يوم الخميس. نعم لو يخلوني اصور اللي اشوفه بالموقف بس ما يخلوني ياخذوني الموبايلات. والله مهزله 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 بالنسوان الغلط والدفع ويعيط علينا. لو شوف ساعتين احنا واقفين لما يجون السجين ماكو من يجيبوه. صياح واهانه صياح واهانه للسجين ما نشوفهم. تخلص من واجهه لو شوف الدفع. يلا 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 غلط. تعرف شنو الغلط؟ غلط غلط عني. قلت له اني امك لا تصيح علي اني امك. مجرد ابني دا يحكي وياي اقول له للمدير ملابس ابني ما عنده. يقول لي يشتري من جوا. قلت له ما عندي فلوس ما عندي فلوس غالي غالي. يقول لي ها مشكلتكم مهدوم مطب جوا ما يطب. مهزل غلط علينا احنا شكبرنا نسوان. يطلعون المكتسبين برا ياخذون فلوس يطببون. ما عندها هويه ما عندها بطاقه صحيه بفلوس بفلوس. بهاي عيني شفتهم منتسبين بالشعبه الخامسه. بس هو من اللي يسمعنا؟ ده الناشط قناتكم الشريفه. ما حد يسمعنا والله العظيم. هدوم يطبوها بفلوس. يقول لك اعطيني فلوس اطبب لك هدوم. اعطيني فلوس اطبب لك هدوم. تمشي تبوسه من راسه من بيت. ماكو هذا كل هذا. قلوبهم مقتوله حاسمين السجين يهودي مو عراقي مو عراقي. عم اليهود حسين ان شاء الله يوم ان شاء الله يوم يسحلوهم بالشوارع اللي هم هذول المنتسبين الواقفين كلهم رشاوي وفلوس كلهم. انطي 50,000 يطلع هو المنتسب يقول لي 60 انطيني طبوب لك هدوم. ويجي المدير واقف واقف المدير مال الشعبة الخامسة واقف واقفين. الغلة بطل الزيت ب10,000 الفالينة ب5 يعني ماكو ماكو. يقول لي يما الاكل اللي يجيبون لنا اياه تاكله ب30 يلا يطبقون لنا اياه. يقول نشوفه البلدادين يلقدون بالاكل يلا يطببوه لنا زين. وين مصطفى الكاظم وين وزير العدل؟ خليه يروح يزور السجون. الله لا يوفقه الله لا يرضى عليه. ولدنا ماتت في السجون ولدنا ماتت يا ناس يا عالم والله ولدنا ماتت. بس احنا داشد قناتكم الشريفه من قناتكم الشريفه بختكم وبخت الاسلام تنقذون ولدنا السجونه. هم مجرمين حراميين بواقين. هم الحكومه مو ولدنا مو ولدنا. وانا اشكرك يا استاذ. شكرا 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 لك ام علي. وان شاء الله يا ربي يرد كل بري وكل واحد معتقل بالسجون العراقية إلى أهل سالم غانم إن شاء الله. أبو حسين من الأنبار حياك الله يا أبو حسين. السلام عليكم. السلام والرحمة والإكرام. حياك الله أخوي العزيز. إذا أمكن أبو حسين تغير لي مكانك الصوت دا يقطع. والله ما سمعت. قول احكي. لا والله الصوت دا يقطع. اعتذر اعتذر منك ابو حسين لانه كل شيء ما دا افتهم من المكالمه. الصوت مشوش دا يوصل يمي. شكرا شكرا جزيلا لك ابو حسين. يعني اليوم هسه اخ محمود يقول 7 اذا طلعوا من العراق العراق بخير. لا انا اقول له مو 7. خلنا نحسبه مش قد كم برلماني بكل دوره برلمانيه على كم مسؤول حزب على كم واحد يشتغل وياهم على كم واحد يدعمهم. احسبه مش قد ترى بلوه. ذول الروس الكبار مو بس ذوله. اكو ناس كبرتهم واكو ناس سوتهم. وقلت انت السلطه مو بيد رئيس الكتله. ترى رئيس الكتله بالبرلمان هذا لا شيء ولا رئيس الحزب اليوم بالعراق هذا همينه لا شيء.
أنا ما دا أحكي من يمي ولا أنا دا أحلل من يمي. أنا هم اللي يقولون، هم اللي اعترفوا على نفسهم إنه هم يأخذون الأوامر من إيران، هم اللي اعترفوا على نفسهم إنه هم ويا إيران. وأكو فيديوهات كثيرة من أيام الحرب العراقية الإيرانية لما هذا العامر يقول الإمام إذا قال حرب حرب وإذا قال صلح صلح. هم اللي اعترفوا على نفسهم انهم ياخذون اوامرهم من هناك، والسفير الايراني اعترف، وزير خارجيه ايران اعترف، وهوايه اعترافات عليهم تاكد هذا الشيء. فهم الامر مو بيديهم، لا بيد رئيس الحزب ولا رئيس الكتله ولا رئيس الكتله البرلمانيه ولا رئيس الكتله السياسيه ولا الوزير ولا اي واحد بيهم اخ محمود. اما ابو صنديد يقول يعني شغله، يقول كل ما زادت أعداد المعتقلين الموجودين داخل السجون العراقية هم يضربوها في اثنين دا يأخذون عليها أموال. أبو صنديد، هم الأموال اللي دا يأخذوها إذا سمعت الأخت أم علي تقول لك هم كل شيء دا يسووه ويا ولدنا بفلوس. بعدين مدير سجن يحكي ويا أم يقول هاي مشكلتك ابنك ما عنده هدوم، زين شلون يعيش جوا؟ يعني هاي مو المفروض مشكلة حكومة هي اللي تفكر في توفير هذه الأشياء؟ ترى حتى المعتقل هواية حكيناها، السجن هو عبارة عن مؤسسة إصلاحية، مؤسسة حكومية إصلاحية، مؤسسة وليس عبارة عن مكان أنه تعتقل بواحد وتسد الباب عليه وتعذبه جوا. ومؤسسة لمن؟ للمجرم، المجرم اللي يثبت عليه الجرم، يثبت عليه الجرم بطرق صحيحة، مو اللي دا يصير بالعراق تحقيق وشغل ومحامين ولجنة تحقيق، وأكو مدعي عام وأكو قاضي وأكو محكمة ويرفعون الدعوة، وهواية قضايا بالعالم يصير بيها تحقيق وأثناء المحكمة يبين أنه المتهم بريء ويطلع بلحظتها إلا بالعراق. طب انكتل انبسط اتعذب جوا، اتأذى من التعذيب، وقع على ورقة بيضة، طلع هو معترف على هواية أشياء، يقتل زوجته، يقتل ابن عمه، يقتل ابن خاله، يقتل ابوه، يقتل امه، ما اعترف هو جوه، بس هو ما يعرف على شنو موقع. يروح للقاضي الاعتراف قدام عينه، واكو متصل اتصل بينا اذا تتذكروا يقول ابني اعترف على نفسه نتيجه التعذيب انه هو قاتل، لكن اثناء المحكمه جو اللي برؤوه، لكن القاضي ما اخذ به، وقع على الاعترافات اللي صايره جوه. بالنسبه الى رسائل الواتساب، السلام عليكم أستاذ، تحية لقناتكم الشريفة قناة صوت الحق. جميع الحكومات اللي جت بعد 2003 تعتبر حكومات عميلة لا تمثل العراق وشعب العراق، وجميع الانتخابات كانت مزورة. سؤالي أين العراقيين الشرفاء؟ جميع من ترشح بالانتخابات عميل وخائن، إن كان الصدر أو الخزعلي أو غيرهم، جميعهم عملاء وسراق لهذا الوطن الأصيل. عاش العراق وعاش الشعب العراقي الأصيل. رسالة ثانية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، إخواني تعاونوا على البر والتقوى ومساعدة الفقراء، وادعوا الله على الظالمين فإنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، تحياتي لكم. رسالة أخرى تقول والله إيران دمرت العراق. رسالة ثانية من أبو معاوية يقول الله يحفظكم العراق ويراد له حل، أنه يتوحدون السنة والشيعة بيناتهم والأكراد أيضا هو الحل الوحيد، أن يتوحد أبناء الشعب العراقي. رسالة ثانية تقول سبب خسارة المستقلين في انتخابات هو سبب رئيس هو الشعب، أكثر من 3 مليون طلع يظاهر لتغيير الحكومة، ولكن ما راح هذا العدد لصندوق انتخابات لتغيير، أو كان راح كل متظاهر كان نتيجة تتغير 100%. أسأل منهم ما شارك أكثر من 2% من المتظاهرين الشعب هو سبب في خسارة المستقل في الانتخابات. أخي العزيز بالنسبة للمستقلين، أنا بس أرد أوجه لك سؤال لك أبو مصطفى، أكو هواية من المستقلين هو مستقل بس حاط حزب الله وحاط حزب الدعوة شعار فوق الدعاية مالته، فشلون ينتخبوا الناس؟ أتمنى تجاوبني على هذا السؤال. السلام عليكم أخي فلان، أنا أريد أسأل، أكو داعش يروح للحاسبة ويقولهم بالله بدون زحمة شوفوا لي اسمي موجود عندكم، والله مهزلة، والله كل شيء عرفون، لكن نعتب على من عليه العتب، كافي ظلم العبرة تلقوها عند الرجال اللي اتهموه بكتل زوجته، وهذا غيظ من فيض. السلام عليكم أخي أفل، والله لو بس الله يخلصنا من الأحزاب والعشائر كان العراق عاش بخير. ربي يحفظكم وجميع العراقيين ويحفظ قناتكم يا رب، تفرج عن كل مسجون. والرسالة أخرى تقول أريد عفو عام عن كل المسجونين. إخواني الأعزاء، اليوم العراق بهواية مشاكل، وهواية مشاكل اليوم بالعراق سببها كل العراقيين متفقين
هم السياسيين بأنفسهم، لكن الحل ما راح يكون بيد السياسيين لأنه هم المشكلة. فإذا الحل بيد من؟ أنتوا اللي راح تجاوبوني على هذا السؤال. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بنفس الموعد باكر. في أمان الله.